عزيز غالي رئيس الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، المسيره اللي كتنظمها اليوم تنسيقيه اطباء من اجل فلسطين وكذلك تنسيقيه المحامين والجبهه المغربيه لمسانده الشعب الفلسطيني وضد التطبيع، تاتي للتنديد بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وكذلك تاتي لتذكرنا ان اليوم تمر 76 سنه على النكبه الاولى، ولكن مع الاسف ما زالت هذه النكبه مستمره ما دام الشعب الفلسطيني يباد. كذلك تاتي للتعبير عن الغضب ديالنا من سياسه التطبيع التي ينهجها النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، ونعتبره شريكا في الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لان كل قطره دم تسقط في غزه يتحمل النظام المغربي وكل أنظمة المطبعه مسؤوليتهم فيها. استاذ امل سعيد، استاذ بكليه الطب والصيدله مراكش، اختصاصي الامراض الجلديه، مستشفى الجامعي محمد السادس مراكش. نحن هنا في هذه المسيره في اطار فعاليات التنسيقيه المغربيه لاطباء من اجل فلسطين فرع مراكش. هذه التنسيقيه التي تضم جميع مهني الصحه، ناتي في هذه المسيره بالتشارك مع تنسيقيه المحاميه ومحامي مراكش والجبهه المغربيه من اجل مسانده فلسطين ومناهضه التطبيع. اولا نريد ان نرسل مجموعه من الرسائل، فنحن كاطباء وكمهني الصحه نعلن عن تنديدنا بالمجازر التي تستهدف الطواقم الطبية، حيث تم اغتيال أكثر من 500 إطار طبي في غزة وتدمير عدد كبير من المستشفيات. 31 مستشفى تم تدميره من أصل 36 مستشفى. وأيضا نعبر عن استعدادنا التام للذهاب إلى غزة من أجل المساهمة في التخفيف من آثار القصف الصهيوني وتدمير المنظومة الصحية بغزة.